مش هتتخانقي معاه. كل اللي انت هتبتدي تمشي عليه من دلوقتي بدل تهاجمي بدل الهجوم هيبقى دفاع. من بونجوري يا حبيبي وصباح الخير يا قلبي وازيك يا عينيا، في اي مناسبه اجيب له هديه وابقى لطيفه وظريفه اقول له جرى ايه، ابطل اسال كتير، ابطل اتدلع، يقوم هو يحصل عنده ايه، فين كل يوم الصبح الرساله بتاعت صباح الخير يا حبيبي، يوم يجي لك نرجع نتسمع حلوه ونرجع الحلقه الجديده. كان ممكن من الاول ما نسيبش بعض. ما نسيبش بعض ازاي؟ نعتب على بعض ونلوم بعض، نستعمل جدول المكافآت استراتيجي. وانت بتتعاملي مع خطيبك او مع جوزك او مع صاحبتك او كذا، فبيبقى فيه مكافآت. صباح الخير يا حبيبي، جبت له هديه، اتدلعت عليه حبتين، طبطبت عليه، حياتك كلها مكافآت اللي انت بتتعاملي معاه. يحصل ايه لما يحصل اختصام؟ يعني ايه؟ وانت مثلا متعوده تجيبي له او تبعتي له ورد، هتبطلي تبعتي ورد. لو بتبعتي كل يوم الصبح بونجور هاني، صباحك فل يا قمر، في المقابل مش هتبعتي برضه رساله تقولي ايه جرى ايه بقى، انا مش كلمتك امبارح وانت كنت اونلاين وما ردتش عليا، انت مش عارف انا مين. لا، فهو يبتدي ينتبه انه في حاجه غلط، فيبتدي هو يسالك. بلاش مفيش، زهق جدا. ها، انا زعلانه، تبعتي ورد الصبح او رساله؟ بعقل كده وادب ورزانه. فيقوم هو عامل ايه؟ هو يبتدي يتنبه انه المكافآت اللي انت بتديها له في حياته هتمنعيها باختصار شديد. يبقى عندهم حاجه زي التعلق لكل السلوك الطيب. جدول مكافآت بيقول لما تمنعي السلوك الطيب بيكون ليه رد فعل عكسي، بيبقى ليه؟ عشان اصلح، عشان اعاند، ابطل.